التضامن إطلاق منصة للمفقودين وجمع الأشخاص بلا مأوى. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن أكبر أهداف الوزارة هو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وهو لا يشمل فقط الدعم النقدي ولكن التدخلات متعددة الأبعاد: الصحة والتعليم والإسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة، وهي برامج متكاملة مع بعضها البعض حتى يخرج الفقراء من دائرة الفقر. كما يتم تقديم الرعاية المتكاملة من خلال 2300 مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي لأطفال بلا مأوى، وتم التوسع في مؤسسات كبار بلا مأوى، مشيدة في هذا الإطار بجهود فريق التدخل السريع، مضيفة أيضا أنه سيتم إطلاق منصة للمفقودين وجمع الأشخاص بلا مأوى من الشارع. كما تولي الوزارة أولوية لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية، وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد مهمة كبيرة في الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج من خلال برنامج فرصة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث أن الوزارة لديها الكثير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونسبة المصروفات الإدارية التي يحصل عليها البنك ما بين 5 و7%، وهي أدنى نسبة للإقراض، بالإضافة إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص لدراسة السوق المحلي والخارجي لدعم تسويق المنتجات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف التمكين الاقتصادي.